اولا المنتدى الوطني كان عقد في اجواء جد ايجابيه، ما زال الحماس مثل ما كان في البدايه، كل البديلين والبديليات لديهم هم واحد هو استكمال مشروع هذا المشروع السياسي اللي بناوه، اللي تقريبا كانت البدايه ديالو منذ ما يزيد عن 3 سنوات. المجيء ديال الاعضاء المنتدى بهذه الكثافه في الحقيقه ما كناش حنا في التنسيقيه كننتظروا يكون هذا التجاوب بهذا الشكل هذا، ما هو الا دليل على التحدي وعلى التشبث بالحقوق، بالحقوق ديالهم القانونيه والدستوريه اللي كيخولها لنا الدستور ديال 2011، وهو رساله كذلك للقوى الفاعله كلها في البلاد، سواء القوى اللي كان المفروض انها تعلن التضامن ديالها، وحنا وانا كنقصد انا بكل صراحه اليسار، لان انا كنت كننتظر باش يكون واحد التضامن باين مكتوب ويبرزوا انهم معنا حنايا في اطار المطالبه ديالنا بواحد الحق مشروع اللي هو فقط مطالبه بوثيقه، مادام الدوله مادام الداخليه مادام البلاد كتاكد على ان ديك الوثيقه هي اساسيه للتاسيس. حقيقه حنا ما غاديش نتكلم دابا على واحد البدايه ديال على ما حدث او ما وقع في لمنع ظهور او تاسيس او وجود هذا الحزب، يعني ما حدث لنا مع المحكمه وهذاك حكم جائر ومع ذلك ما نتكلمش عليه، ولكن ما حدث بعد ذلك اللي هو المنع من تسليم اعضاء البديل الوثائق ديالهم، هذا دليل فعلا او تاكيد على ما قلناه منذ البدايه على انه قرار سياسي وقرار اتخذ في حقنا لمنعنا من المشاركة في الانتخابات. اجتماع المنتدى هو اجتماع تداولي على إطار العراقيل اللي توضعت أمام حزب البديل، وكان نقاش عميق وموسع، وخرج المنتدى بعدة قرارات، أولها الدفاع على مشروعية الحزب إلى النهاية والتشبث بالمشروع العام المشروع الذي طرحه الحزب، وثانيا النضال بكل الوسائل القانونية من أجل تثبيت حقنا وحق الحزب في 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 شرعيته القانونية. والقضية الثالثة هي وضع أفكار من أجل الآفاق ومن أجل الاستمرار في البناء الحزب واستيعاب كل طلبات الانتساب الواسعة من طرف الشباب التي توصل بها الحزب في هذه الفترة. ومنتظر في اجتماع آخر أن نناقش خطة عمل تفصيلية في هذا الميدان. ما اليوم استدعينا المنتدى الوطني البديل اللي هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب لمناقشة القرار الظالم ديال وزارة الداخلية بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي، اللي أساسي بالنسبة لنا كانت اليوم وبهذا الكم ديال الحضور وهذه الوجوه المناضلة الصلبة أننا أثبتنا أن البديل الديمقراطي أكبر من وصل الإيداع، بل هو فكرة مأمنين بها مجموعة ديال المناضلات والمناضلين، وسنستمر في بناء مشروعنا لأننا مؤمنين أنه يجيب عن تطلعات فئات واسعة وبالخصوص الشباب المغربي اللي كينتظر بديل حقيقي بديل سياسي ليسمعوا صوته، وهذه المعركة اللي غنستمروا. سمحوا لنا بالمشاركة في الانتخابات أم لا، سنستمر في بناء حزب متجدر داخل المجتمع المغربي، وهذا هو الرهان ديالنا اليوم. الرسالة الأساسية هو أننا سنواصل البناء وسنستمر وما مفكينش.